السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفه جديده. اليوم ان شاء الله كما راكم تشوفوا راح نديروا وصفه من الوصفات الصيفيه اللي يبغوها الدراري الكبار والصغار. راح نديروا الدجاج المقرمش ولا بولي كي اف سي كما راكم تشوفوا. وصفه بزاف سهله وتجي خفيفه، راح نديروها بابسط طريق، والاهم انها اقتصاديه. ديري بنص صدر ولا ربع صدر راح تعطيك خير وبركه. راح تشوفوا معايا كامل هذا الاسرار في لا فيديو، نكملوه للاخر. ما تنساوش ديرو لي جيم وتخلو لي تعليق، واللي مازال ما شاركش معايا في القناه ماذا بكم، فعلوا زر الجرس وديروا لي ابوني ليصلكم كل جديد. وبزاف اللي حبوا يتواصلوا معايا تجور يخلوا لي في التعاليق، راح نحط لكم رابط تاع الصفحه تاعي على الفيسبوك، نحط لكم الرابط في صندوق الوصف، وراح نكتب لكم الصفحه تاعي نفس اسم القناه ونفس الصوره. نصلوا ونسلموا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وراح نبداو في الوصفه بسم الله. انا عندي كما قلت لكم اديت نص صدر تاع الدجاج، كنت قطعته بهذا الشكل شرائح، وراح ندير معها لي زيبيس. شوفوا واش عندي، اديت القارص، زعتره، فلفل احمر الحلو، ولا ديري الحار تيا واش تحبي، ثوم رابي، ودرت توابل الدجاج، فلفل كحل وقزبر ملحي. رايحه نعصر، ندير العصره تاع القارص على الدجاج، ولا ما عندكيش القارص ديري الخل عادي، وندير عليهم لي زيبيز. ورايحه ندير عليهم الزيت، ديت بريسك زوج مغارف تاع الزيت هنايا، الزيت باش تمشي لنا هذيك لي زيبيز في الدجاج ويتشرب هذوك التوابل. رايحه نغطيه فيلم اليمونتير ونخليه مده ساعه ولا زوج، انا يعطي له وقته في الراحه، والا ما عندكش الوقت عادي اخدميها على ضربه. ومن جهه واحده اخرى لاباراي اللي حنخدم بها، ديت حبه بيض، نص كاس تاع الفارينة، ونزيد عليها توابل نفس التوابل، فقط انا كنت نسيت الزنجبيل راني زدته. ونبدا نزيد نديرو في الماء حتى يولي عندنا قوام كشغل بغرير، ولا المهم القوام ما يكونش خفيف بزاف. هنايا نزيد الملح، وكما قلت لكم التوابل انا كنت درت نفس التوابل، والزنجبيل كنت نسيته في الدجاج زدته. وما راح ندير الثوم، مش راح نزيد الثوم، والزعتره هما اللي نحيتهم. ورايحه نرمد هذوك الشرائح تاع الدجاج، نرمدهم في هذاك الخليط. شوفوا معايا، انا تقدري تستعملي فرشيطه ولا تستعملي يدك، نفس النتيجه. كاين اللي ما تبغيش تخدم بيضه ديري بالفرشيطه، وشنو راح تدي معك شويه الوقت، انا هي نفضل اني نخدم بيدي. ونديرهم يتقلاو، شوفوا هنايا في الزيت راهي سخونه، ما تكثريش الزيت باش ما تجيكمش ميدمين بزاف. نبدا بالوحده نديرها، ونبدا نرمدهم ونقليهم، وهنايا خليهم يطيبوا باش يطيب لنا الدجاج. والنار هنا تكون متوسطه، ما تنقصيلهاش بزاف باش ما يشربوش النار، وما تزيديلهاش بزاف باش ما تنحرقلكش هذيك القشره اللي من فوق، وما يطيب لناش الدجاج. ديريها على نار متوسطه، واشاك فوا نقلبوهم كي يتحمروا معنا، ورايحه نحيهم بعد اللي يطيبوا، ندير لهم بابي ابسوربون باش نحينا الزيت الزايده، ونحطهم ابجيه. وهذا هو الدجاج تاعنا بعد اللي كنا قليته، كما قلت لك نخليهم حتى اللي نحيو لنا الزيت الزايده. ورايحين نشوفوا البطاطا اللي نخدموها باش نرفقوها مع الزر تاع الدجاج. عندي انايا 3 حبات بيض، كنت درت رشه تاع الملح ما بانتش، وندير معاها كميه تاع فرماج رابي، وراح نزيد عليها البطاطا مقليه كنت قطعتها مربعات وقليتها، وراح نخلطها مع البيض. هنايا البيض ديري على حسب كميه تاع البطاطا اللي عندك، رايحه نخلطها كامل، انا مش راح ندير لها ولا تابل، فقط البيض والفرماج والملح. وهنا الملح شوفي، الا كانت البطاطا تاعك فيها الملح بزياده ما ديريش الملح. نخلط هذاك البيض مع البطاطا باش يتلبسوا كامل حبات البطاطا بالبيض والفرماج. من جهه واحده اخرى المقله تاعنا راهي تسخن، درت فيها نص مغرف تاع زبده، ما نكثروش باسكو البطاطا راهي مقليه في الزيت، خليتها سخنت، ورايحه نفرش البطاطا بهذا الشكل. انا ما نحبش نفرغها على ضربه باسكو ما نبغيهاش تجينا غليظه بزاف وتجي تكهم. رايحه ندير البطاطا، ورايحه نغطي عليها ونخليها باش يذوب لنا هذاك الفرماج وينشف معنا البيض. شوفوا هنايا بعد اللي نشفت معنا، رايحه نقلبها في الطبسين بهذا الشكل، ورايحه نخليها تنشف من الجهه الاخرى، ورايحه ندير عليها فرماج رابي. هنا اختياري، حبيتي ديريه ولا عندك
الزيتون تقدري ديري زيتون معدنوس، انا يا ما يحبوش المعدنوس، كل وحده واش دير. رايحه نغطي عليها ونخلي حتى اللي يذوب معانا الفرماج، وراح نشوفوا الشكل النهائي تاع الوصفه تاعنا تاع نهار اليوم. شوفوا معايا هذا هو الشكل النهائي تاع الوصفه تاعنا تاع نهار اليوم. كنا درنا دجاج مقرمش ودرنا خبزه تاع البطاطا بالبيض، وصفه بزاف خفيفه وشابه وبنينه، ويبغوها الكبير والصغير، وزاد اقتصاديه مش راح تدي معك كميه كبيره من الدجاج. كما قلت لك ربع صدر ولا نص صدر راح يكفي ويوفي، وعلى حسب افراد العائله. وكنت حطيت معها فرماج وحطيت معها كيتشوب هنايا، وزينتها بالقرص واختياري كل وحده واش دير. وإلا عندك زيتون كما قلت لك ديري فيها الزيتون، راح تجيك بزاف بنينه. شوفوا معايا راح نقسم معكم وحده، شوفوا كيفاش يجي صدر تاع الدجاج طايب ويجي طري، وتجي هذيك القشره اللي من الفوق تجي مقرمشه وتجي بزاف بنينه. صدقوني وصفه بزاف شابه. وصلنا نهاية الفيديو، نتمنى الوصفه تاع نهار اليوم تكون عجبتكم، وما تنساوش ديروا لي جيم وتخلوا لي تعليق. تهلاو في روحكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. في امان الله، سلام.